مهما بكاني بيجي لي وقت وبفرح معاه من تاني. انا هموت نفسي. ليه مش فاق؟ ليه ما عندنا افريقيا والدنيا حلوه يا جدع، بننافس على التاني ومبسوطين. مبسوطين ليه؟ هي فدوى قالتها، فدوى قالتها، قالت لك ما تثقش في اي حد عينه خضره، بس انا ما صدقتش. المسلسل جه من هنا خلص. انت مش ليه؟ انا كنت بحبك، كنت بتنزل ناس ما اعرفهاش في التشكيل وبحبك. مين اسلام جابر ده؟ ما اعرفوش بس بحبك. تلعبه يمين شمال في النقط، بحبك. ده كويس بقى ان الخطيب اجل افريقيا، كويس والله. انا كنت بقول ليه الخطيب ياجل؟ كويس. شافوني وقالوا متهني من كتر الفرح بيغني. انا السيناريو بتاع طارق يحيى ده انا شفته قبل كده. طارق يحيى هيجي الماتش الجاي في الدوري هيكسبه، انا متاكد ان هو هيكسبه. هيكسبه عشان يكمل لافريقيا، فيخسر افريقيا فنبدا ندور على مدرب جديد. انا شفت السيناريو ده، انا حضرته قبل كده. انا حضر السيناريو ده معاك صح؟ حضرته معاك قبل كده والله 3000 مره. يعني طارق يحيى مش مشغول؟ اي وقت بيجي بيجي. يعني مفيش مره مثلا مرتضى يقول له تعالى يقول له لا؟ ايه ليه ليه؟ انت بفرح لما الكاميرا تيجي على الدكه عشان اشوفك. ليه ليه كده مره واحده؟ امشي في الاخر يا عم، ما تمشيش، ما تسيبنيش يا عم وتمشي في النص كده. اللي ادتني كل حاجه وفي لحظه خدت كل حاجه.